يلا حسب لي هنا. 4 زائد 6 يساوي. من الأكبر؟ 6. أحط 6 بقلبي أطلع 4 زائد 0 6 7 8 9 10. أحسنت يا بطل. حل لنا جواها. 3 زائد 5 يساوي. أحط 5 بقلبي أطلع 3 بيدي أحسب فوق 5 كم؟ 6 7 8. ممتاز يا بطل صفقوله. يلا يلا اقرا لنا بقى. ايه 2 زائد 7 ايش قاعد يساوي؟ من الاكبر؟ 7. وين تخلي السبعه؟ تاكل. ايه وطلع 2 بصبعي ايه؟ ورا 2 ورا السبعه 8 ورا 8 9 ماما هي 7 وين حطيتها؟ بقلبك طلعت 2 بصابعه ورا السبعة شي يجي 8 9. احسنت يلا اكتبها. يلا همام صفقوا له. همام احسب لنا هاي واشرح لنا. 9 زائد 0 9. زين ليش قلت 9 زائد 0 9 ليش؟ لأن الصفر ما يتغير. الصفر يغير شيء هما؟ الصفر ما يغير شيء، غير شيء الصفر؟ لا يبقى نفسه فيبقى 9 زائد الصفر هما؟ 9. أحسنت يا بطل، اكتب لنا إياها. صفقوا لي البطل. يلا يوسف علي. يلا يوسف، اقرأ لنا هذا الرقم. ها؟ إيه؟ 8 زائد 2. 8 زائد 2 من الأكبر؟ 8. وين تخليها 8؟ 8 بقلبي وأطلع الاثنين ورا 8 شي يجي؟ طلع 2 بصابعك ولا 2؟ ماما طلع 2 بصابعك. إي احسب ورا 8 شي يجي؟ 8 9 10 9 10 يلا اكتب لنا 10. يلا أحسنت يا بطل صفقوا له. أحمد أثير لا 7 زائد 1 الكبيرة السبعة ايه؟ حطيت 7 بقلبي وطلعت بالإصبع الواحد والسبعة يجي 8. أحسنت يا وردة صفقوا له.